أنا أتمنى يعني ولادي هذول أهم شيء بالدنيا، لا بدي أكل، لا بدي شرب، بدي حدا بيساعدني بهالولاد هذول، هم حياتي بالدنيا. تطعمهم بضع قطع الخبز، وهو أصلا آخر ما تبقى لدى أم نايف، السيدة المهجرة من ريف حماة الشرقي التي كابدت الألم والحصار للفرار بأولادها حتى انتهى بهم المطاف في شمالي إفد. احنا من ريف حماة الشرقي غير بات، احنا ظلينا 4 سنين تحت الغصف والضيم والضرب، وطلعنا بحالة سيئة. عند البنت هاي مرضى نزاد ناخذها انا وابوها نشيلها من مكان لمكان، وتحاصرنا بالواد العزيب نص 3 اشهر، وطلعنا انا وها طلعنا تهريب، شايلين الاولاد يجي 4 5 اولاد، والبنت هاي مرضانا شايلينها تحت الضيم والغصف والضرب، طلعنا والحمد لله طلعنا. ثانيا الولد هذا بعد ما طلعنا سنة استمرض علي، رحنا ناخذه ونجيبه على الدكاترة، وطلع على تركيا وصار بهالحالة هاي، صابوا معاه التهاب بالدماغ بالعصب، ونطعميه من المنبوع من أكل شربه، من نطعميه موز عصير حليب أحيان ما عندنا حقه نشتري، نتدين ونشتري له زرفة الحليب تاع على شغل أبوه، يشتغل كل أسبوع ب25 ليرة. والولد هذا حالته زاد سيئة، يعني دمرنا خالص، ضمنا نظامينا كثير يعني مشان هالأولاد هذول المرضانين. الولد الثالث بو فتحات بالقلب، طلعنا زاد كمان طلعوا أبوه على تركيا، ما طلبوا منه 5000 تركي، ما عنا يعني ندفع للدكتور، رجعنا حالته زادينا صعب، عمليته فرع صدر، وبده قال ما يعني هالعزي قبلهم يسووا له العمليات، كانوا يسوون العمليات بلاش وهيك، يعني هالعز لا بدنا ندفع للدكتور 5000 تركي تايفوتونه على العمليه. رجعنا ما عندنا يعني امكانيه انه نسوي له العمليه، ما عندنا شيء يعني ايش بدنا نساوي. رجعنا طعيل ام نايف 6 اطفال، 3 منهم يعانون من امراض مزمنه، ما جعل تلك العائله تعيش بالم وحرقه دون ان تجد من يقف الى جانبها. أنا أتمنى يعني ولادي هذول أهم شيء بالدنيا، لا بدي أكل، لا بدي شرب، بدي حدا بيساعدني بهالولاد هذول، هم حياتي بالدنيا، هم أولادي مرضانين وغالين علي، بدي أظل أخدمهم تحت راسي وأموت، يعني أهم شيء عندي ولادي هذول، علاج لهم حد يتمناهم، ما أريد لا أكل ولا شرب، بس لهالأولاد هذول أحد يتمناهم. تداوم أم نايف بشكل دوري على المشفى القريبة من مسكنها، علها تجد لأطفالها 3 علاجا يخفف آلامهم التي اعتادوا عليها وأصبحت جزءا منهم. الطفل اللي عم بيراجعنا كل فترة بشكل دوري بقصة إمتهانات تنفسية متكررة. الطفل عنده ضمور دماغي، مركين له تفميم معدي، كل يعني تغذيته صايرة كلها عن طريق التيوب اللي في البطن. بيراجعنا كل فترة في إمتهانات تنفسية، محطوط على صادات، بينحط على صادات جلسات إرزاز بشكل مستمر. في عنده يعني خشكريشات في اسفل الظهر وفي المناطق العظميه يعني على جسمه، يعني يحتاج الى اهتمام ورعايه وتقليب كل ساعتين، والمحافظه على النظافه الشخصيه يعني بشكل دوري. لا يقتصر عمل المشفى التخصصي على العنايه بالاطفال، بل يضم اقساما متعدده ويقدم خدمات شتى، خاصة أنه يتوسط الكثير من مخيمات النازحين وتجمعاتهم الذين لا يستطيعون مراجعة المشافي والعيادات الخاصة بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة يوما بعد آخر. يقدم المشفى طبعا خدمات مجانية بالكامل للإخوة النازحين في المنطقة، عدد المستفيدين شهريا تقريبا 7000 مستفيد. عدد المراجعات اليومية لقسم الإسعاف والعيادات تقريبا 300 مراجع يوميا، أغلب من الأطفال. طبعا في خطة بالمستقبل إن شاء الله لتوسيع المشفى وإنشاء غرف للعمليات الجراحية وعناية مشددة وقسم للطبقي المحوري وقسم للاستشفاء إن شاء الله. يأمل السكان بالحصول على واقع طبي أفضل، يحصلون في ظله على رعاية وطبابة تقيهم التكاليف الباهظة ومشقة السفر في زمن تعاظم فيه الألم ونزيف الحرب والتهجير. مصعب الأشقر لشبكة بلدي الإعلامية، شمالي إدلب.